ياب اسمك مرقيك لو عادة إليك أشو اليوم مقطع شنو مقطع؟ ليش أنا فات مصلحة؟ لعد لازم غرقانة اليوم مراكبك يا عيني أنا ما عندي مراكب المراكب عندي المساعدات فاهمين إيش بيه؟ كل شي ما بيه أكثر من هالسعادة بعد وين أجي خذي هدوم وطبخ وكنس وداري هذا وداري ذاك ويوم يجري يوم والعمر دا يتسربس يا مرت ترى مو بس عمرك دا يتسربس عمري هم دا يتسربس لا أخذها انت يوم يا رايح جاي شوف دنيا شوف عالم يا دنيا هاي يا عالم اذا 12 ساعة انا محبوس جوا بالفرن حتى احصل لقمة الخبز هاي حاسبتها علي يوم يسير أخذها تشوف ناس في الشارع ايه واذا اشوف ناس في الشارع قابل دا يغنوني دا يرقصوني فهميني هسه فرايدة اخاف هم سردين نطلع سفرة من هذيك النوبة ونامي كم يوم بالمستشفى ها ما تحكين اشو سكتي انا اقول لك اليوم ساعتين انا مهادي وسالفه تلعب سينما هذا الحكي لعب تردون نروح للسينما ايوه والله يلا قوم بخالف ايوالكم هاي هي بس اكلونهم وي 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 ما بقت علينا عاد غير السينمات مناسبة الروح يعني إلا مناسبة لعشان عزلة السينما زين لعش وقت تردين باكر زين باكر راح أفتر كل السينما يا سينما ألقي بيها فيلم عصابة أوجيكم بي. يا عصابة أنا أريد أشوف فيلم بقصة اجتماعية يعني العصابة هم قصة وبعدين من أني ولد كنت أحب فيلم العصابة يعني كل مراجل وريد فاضل هم يتعلم مراجل كيفك عيني ابو فضولي كيفك بس طلعنا ودينا للسينما عصابة فيلم عصابة
خطوة يا نعيمة. ايوة احلوتها مصريت بالسيمة. ايوة يعمل لك في المعالي القيمة يوم فضولي. سيلة بالي سيلة فاضل يا فاضل يا فاضل تعال يوم تعال بلك. يوم روح على ام هادي قولها امي تسلم عليها بس كان تنطيني فتشي تنحط بيه حب لان اليوم راح نروح للسينما. يوم وعدنا وايد ادري عقلة ابني مثل ما اقول لك تسوي روح. فاضل فاضل اسمع 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 يوم وبدربك مر على ام سعد قول لها امي تسلم عليك اذا شفتي احد يدق باب لي قول لي لو ماكو احد كلهم راحوا للسينما. لا في مره اقول لها تسليش دارو على ام هادي ابني عيب الولد يردد على امه مثل ما اقول لك تسوي يلا روح. الدنيا ربيع والسينا ما وجوني ويا ابو فضولي وكيد العز على المليون والله هايده ايده والله انت ما بعد ناسي شيء هذا هاي لعلوشه انا وهاي دفاع صدق الله مالولدي وهذا السكريه شي سكريه بعد شي ناسي كل شي مناسب كل شي مناسب هاي لفة الفضيلة وصفة العلوم هاتي يوم نستلم عليكم هادي ايام ايه نستلم وانا نروح للسينما ايه بسوهم خلصهم في الشعبية بالملوى بالتلفزيون الملوى ممنوع كيف هاتي نو عندنا هواية بعدين تلتيا فيني روح افتح الباب روح شوف منو اكو يوم ملوى دي تسلية التلفزيون الملون مان يا ستار خير بس يا خطار يا هلا ويا مرحبا بكم شرفتونا احنا قبل ما نجي لهنا وفج احنا رحنا للدكتور ودينا الولد على مخيم ان شاء الله فما في شيء كنشوف قالوا النتيجه بعد ما تطلع لك في السحابي والله خير بسيطه ان شاء الله احنا عبالنا المسألة تكون مساعدها ايه ما ندري بيها تحاليل ولازم ننتظر 3 ايام فنادق ماكو يا اهل الرحله يقولون مخفض بالله هذا حكي منك بيت اختك موجود وانت تنزلون بالفندق جايين الله يخليك ابو صادق الخطيه برقبتكم ما تطلعون من هذا البيت الا لما يصير مثلنا زين عسى شهر شهرين دايم ابو فاضل بيت الحامر لا لا ويجي فضلكم ام فاضل هذه اختك والضيف ما يضطر من اللحام الله يساعدك ابو فاضل انا ابو نوفل يا الله ابو فاضل تقول شو اقول خير تقول اذا اريد الحاجه تتواجد بالسوق على طول لازم كل واحد من عندنا يشتري على قد كفايته اليوميه وهنا تلعب اشوف متخزن القول شكي والفعل شكي ابو نوفل المساله تختلف شلون اخت مرتي ايه ام ثنا بلي هي وبنها ورجلها ايه جو نزلوا عندنا ديداون ابنهم مثنى لان ماكو بالحويجه دكتور اختصاصي بالمرض ماله اه وانت تعرف هسه الحاجه يوم تنوجد يوم ما تنوجد صحيح بس بشرفك ابو نوفل اذا اروح للسوق وما القى شيء ام فاضل ما راح اسوي لي جنجره
وخاصة أخوتها مو أختي. لا بهاي إلك حق أبو فاضل، أصلا لو مرتي كان اعتبرت القضية مقصودة. هسا عاد آمنت؟ إيه بالفعل. يا بيه بعد خلي أساعدك. لا وصلت يا معود. شكرا عيني وصلت يا معود. شنو منك أبو فاضل؟ إيه قابل الدنيا بدات عاد؟ إي والله صدق، ودعتك ساعة دورت على حمال ما لقيت حمال. أكو حماميل بهالوقت؟ إي لعد ليش أهل التاكسيات قاموا يضربون بالعالي. شابه قسم منهم ايش قالوا لي؟ قالوا خاف يا ستار في فد مرض خبيث. انا من قالوا لي هيجي هذا صار بيه عقلي صار خليل كله ما منتجه. هذا حقش حقش نور سليمان يوم ابعدوا ان شاء الله. حاسمين بالحي القيوم وداعت الساعه الفاضل بس تطلع اليوم النتيجه هينه. ناظرة لدي فيه حلو بيش ما تكون دادة دادة وانش عدي اكو عدي غير مثنى. دادة وذا عندك عشرة كمان دار قلبي ام مثنى. بلي اني عندي صديق شغلته بالوقفة مع الغنم. صبي لي شاي اوصيه خليه يستنقلكم احسن طليل وبسعر مناسب. ودعتك ابو فاضل لو بيش ما يكون حتى لو ابيع كل ذهباتي. لا على بختي جادة انا عندي هذا حقي يدخل الجادة جاي جاد قوم فاضل جاد. وهسه وقت الهرفيات كل هرفيات على ظهرك. انصح جماعة بشر بشر يا الله بشر الحمد لله. هلبي هلبي باوع على الشيشة جبت طلع دي دي او جو دي جو موزيا ب او جو ب جو هالصفار كله من الدود. الحمد لله فرجت. ام مثنى انت مخبله اكو واحد اليوم يوزع لحم على الناس. كيلو لحم بيش كيلو لحم دينار ونص. اهنا اهنا العاد شناوي تسوي؟ شنو شناوي؟ العاد انا ليش ما اخذ الفيز بالبيت حتى اوزع لحم على الناس؟ اي مو ابو فاضل قال عنده صديق راح يحصل لنا اياه هم بسعر مناسب وهم نزين. شلون يصير؟ شلون يصير؟ حتى لو ارخص من الحويجه قادر راح ناخذ الخروف ويانا؟ تالي شو تسوي؟ ايش راح اقول لهم؟ اي مو انا قلت من تطلع النتيجه زينه اذبح ذبيحه. اي ما تفهم ايش راح نسوي هسه؟ هسه ما اختلفنا ما اختلفنا. هو غير في جراندان هنا او بالحويجه نفس الشيء. باكر الصبح نقول لهم اجازتي اليوم خلصت ولازم اليوم اباشر وابوك الله يرحمه. هات بابا هات هات ابني يلا يلا روح للبيت. الله يسعدك ابو نوفل. هلا هلا بابو فاضل. هلا بيك ابو فاضل. اشو ايدك خالي اليوم؟ لازم الجماعه سافروا. بلي سافروا بس ابو نوفل. بلي انت اخويا وارد سرك خود قدام عينك شفت ثلاث ايام انقول اكل وشرب ونوم وتالي متالي ينذرون نذر يستحيفون احنا نذوق من اللحم ماله يروحون هناك يذبحوه. ايه ابو فاضل هاي الناس مو كلهم على فد مقياس. بس ودعتك هالعمليه هي قهرتني لكن اخاف فك حيي ليكون فاضل يقول ها عينك ضيقه على اهليتي وساكت. بسيطه بسيطه ابو فاضل لا تدير بال. هاي ما صرفحتك زينه الحمد لله والعيشه دارجه دارجه. سوي زين ولب الشاق. ترى كل الزين سووا بيت اختك ما ذبحوا النذر عندنا. وصاخه ودم ومعروف ايش وبعدين يمكن الجوارين يزعلون.
والله شنو ذولا دزينالهم ذولا ما دزينالهم احسن يا معود راسنا بعرف وبعدين الباكه ايش بها ايش كان نظف لك اياها ايش طبخ لك اياها كان تعبتي مو تمام ايه تمام ومن غير هاي وذيك يمكن الجهال يشوفون لحم هوايه يطمعون ياكلون زايد يمكن واحد ينتخهم يصير بيشي شن بيها النذر نذرهم وين ما يذبحوا خلي ياكلوه بلف عافيه احنا الواجب اللي علينا سويناه ثلاث ايام اكل ونوم وشرب ما يلقوها بحسن فندق من فنادق الدرجة الأولى. تعال أقول لك، أشو أنت كلش خلتها؟ قال النذر وحج الخروف. إيوه. النذر نذرهم، وين ما يردون يذبحوه. إيوه إيش دا أقول؟ غير ذا سولف. إيوه توافق، إلا على بيت أختي نذرهم، إيما سولف على السينما. شو أشو ردت من الله يجون بيت أختي؟ شنو عبالك أجوز؟ تريد تلهيني بغير حجايات؟ بس صحيحين من ناحية الجهال نايمين. لا مو عبالة حشيمة، من أين باشر نروح؟ زين زين باشر باشر. فاضي تعالي يوم تعالي قل لي يا روح لأم سعد قلها أم تسلم عليك إذا شفتي أحد يدق بابنا قل لي قل لهم كلهم راح أقول السينما عادي يا حبا وبعدين أروح على راجل أطلب منها جد الحاب لا تروح توليها هاي غيارة تروح تسمعني حجاية على التلفزيون الملون أستنتي لي طلعة التلفزيون الملون دروح يوم روح مثل ما قلت لك قلت له يا ابو ياسر استنى اوديكم خطاه شو استعجل يا ابني شو استعجل هو ابوك ولا يبطل هسه متقصد بس ما اعرفه يمكن ابوك لا 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 فاضل فاضل تعال اذا خطار قول ماكو احد بس انت زين دروح خطار لا فاضل 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 تعال تعال روح للشباك باوع ومثل ما قلت لك بس انت موجود اتهمت هذا شلون يا كلاك ماكو وش بس صيحين دروح وانا انت اجي وراك هي عرفتها؟ لا قالوا بيها ولك بروح للشباك باوعها وشوفها شلون؟ شلون؟ ما في شيء ما في شيء انا تعلمت حجي خليل وقليته الحمد لله يوم بروح روح روح دور عتك انت وفضيله ولما احضر علاقه انتم خاصين روح شوف مثل ما قلت لك ماكو احد شلون مرار هذا شلون مرار هم عاد كلش طولها هم يروحون يجون اهله وعاد ينامون على قلبي فكم يوم عاد ظل يا وصافحني ونبخي يوم وصلنا مال ابوي يوم استاذ ما يجي راح الفاتحه عز عز استغفر الله لا اله الا الله انا لله وانا اليه راجعون يا رب اقول ابو فاضل هاي من يمتى وجاي صرت حنين على خال مرت المرحوم ابوك ام فاضل هي القضيه مو قضيه حنين بس المسألة مسألة أصول يا عيني سود علي عاد هو شلون شاب إيه ولو ما خلص من عمره كان بنت إيه وشنها دخل الفاتحة بالأعمار خال مرت أبويا بمقام أمي إذا ما أقدر أروح للفاتحة الناس شو تقول والله شنو يا با رايح للسينما هاي هاي تردين تسويني مزح بين الناس وكل هسه انتظر لما نتخلص الفاتحة يا فاتحة بعد للأربعين حبيبي اسمع ترى انت كلش خرقتها ثاني وقت صار حد يداوم عزيز عليك ام فاضل خال مرت ابويا يعني خال امي هيا وهاي هاي طردتك اول ما تزوجها ابوك ولو ما عمك يلفيك كان صادنك بالدروب
يا زياد لك جهنم هني. لا مو انت سويتها بلا منه يا مره لبسني اسود. زين زين فوتي فوتي صبي لي عشاء. يلا صبي لي عشاء شلون راح اقدر اقصب هالحوسين؟ انت شايت حالك حالهم. ها هي تشي يمك. يعني شنيدك يا ابو فاضل قبل نرجع؟ نرجع شلون؟ امري لله. هاك ابني هاك. زمان شاكين. هاك ابني هاك الزم هاي رتيها هي هاي الونسة الجزدان يا خافوا قاعد جوار رجلين هادي دخل كل لبي يا خاف راح اخش البحر خاف الله دي شوفه قلبي نارك والله نارك شكرا قلبي هاي شنو يا وياي هذا حب نزل رجلك وقعد مثل الاواجل هيا حضوري ماكو حتى هنا واحد ما ياخذ حريته وخذ حريتك بحدود العادات يلا به 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 يلا يلا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مدار كل شيء خشم الولد طار كل شيء عمي ما شاء الله شنو هذا يا اجمال حديقه مسوين شنو قول هذا لك هذا ما شاء الله ما شاء يرحم والدك اي كم طابق مسويها للكراويه مالتك يعني الكراويه طيرت نص الشاشه قصدك اشيل الشاشه اقول لهم شيلوها يخلوها هيك حتى اشوف زين بابا دافع فلوس اني زين بابا زين ايه هالشكل ايه ها هسه بين الخشب الاول ايه قلبي نارك والله نارك اذا انت هيك مدخن اصلي ليش ما تشتري لك شخاطه عفوا قلبي بالحقيقه والواقع انا كان عندي شخاطه لكن بالدشوش صارت جو رجلين الاخوان اعزائي اصدقائي ودير وجهك داير وجهك عفوا قلبي شنو قل لي ما لقيت غير مكاني في الديب شور مالك الحب مالك الا بعلباتي
عمي هسه مو مشكله كلها حبايه وعد قابل طابوقه وقعت بعلباتك ما شاء الله يا علباتك يعني كل علبات يعني ما شاء الله يعني دقعد لا تدفي دقعد خلي نشوف خشم الولد عوفا 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 خجول يا عمي دير وجهك انت مالك لازم ايه ما لازم لا تشخات الدهاك شكرا مو قلت لك هسه الولد يلحق بالعصابه ويطيح بيهم ملك بوكسر لا لا هسه رئيس العصابة يطلع له للولد ويخليه ينهزم اطلعت لك مو ينهزم مو ينهزم الله اكبر لحد انت ما افتهمت الفيلم البارح ما افتهمت فهمني لحد شكو جايبك يا عيني يا عيني هو متقصد متقصد ياخذ للولاية ايه لويش حتى هناك يسوي فيه فد ورطش طبعا لك هذا بطل الفيلم غير شيطان اثر الولد هذا الولد شيطان هسه ثاني هم ياكوب شنو؟ يعني راح تفصلون الفيلم من الاول للثاني لك ما تحدى نبديهم عجيب ليك احنا تنحكي على الولد وعلى العصابة والله دان على ابو رئيس العصابة لا ابو حتى الولد لا سبب لا سبب محسوم الولد محسوم ابو شو امبارك ابو شو امبارك شافعت بعدو ابو شونا وانت من المكابة شافعت شو مدردين نقل عيني قول اكثر مرات سمنا طابيلة شافعت ما يكفي جراويتك جاز قلبي نارك بالله نارك اخ مبروك كي لك حيا حضوري ما عندك هي مضوجتني لشوف رجلها وياها ولنسى كل واحد هالكبرى هي انا شنو اخذ اوضح 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 فضيلة يما هذا الحار نبي دون ايديكم عليه منا لما يشتغل التلفزيون زين يما شو كنت تشتغل مو صديق عود ما تروح تسلم هادي تقول هالتلفزيون الملون ساعة بيش يشتغل يما ليش هذا يختلف على اسود والابيض طبعا بنتي هذا ملون ذاك اسود وابيض دقوم يوم قوم قوم روح اسألها يوم ما خاف اروح بعدين يشتغل وراي يجي روح يوم يخاف اول شي يبدي كارتون بروح يوم روح اخذها رقبك روح يوم يلا يلا بالعجل بالعجل بتعلى بالعجل دا اروح احضر العشاء والشاي قبل ما يبدي التلفزيون فضيلة يما هذا الحدك مديني ديش عليه سمعتي انا وحبيبي انا ما عدا حبيبي استعجل عليك الله وما عدا التلفزيون والله انا وحبيبي انا وحبيبي عمي خلنا خلص الطبخ قبل ما يبدي التلفزيون تدول الله للتلفزيون ويما هجر بيت ثاني ويما هجر بيت ثاني ويما وطولي يا لي طولي يا لي
هذا هو. شلون ما يطلع الاخير خلي يطلع. في لحد احسن ابو اشتغل والتلفزيون يشتغل. عيني عيني والله يعلم اليوم كم اغنيه كم تمثيليه كم رقصه. وجماله ملون هي شلون الوان زاهيه تخبل 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 احمر واخضر وازرق وكركمي وليموني وقلقلي والوان الوان تخبل 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 في التلفزيون. خلينا نطلع خلينا نطلع اليوم هاي ما هذه يقول بيتنا بلوه ما حصلت التلفزيون ملون. حاوليك جوارين كان استحت هاي قد غيرت هاي تغار من تلفزيوننا لين بأريا الداخلي. يوم بيشوف الأريا الداخلي يختلف عن الخارجي؟ طبعاً ابني الأريا الخارجي بالصيف يحمل وبالشتاء يتبلل ويدنجر. صدق عود انت ليش تلهيني ابني خليني أحضر العشاء. ليش مستعجل الأم بعد الدنيا عصر؟ ديسكو ديسكو خلا حضر العشاء أحسن ما كنت سأحرق وأجي والتلفزيون يشتغل. بدادة البصل نظرمته يلا هسه اللي ينفرون مش مدري إيه. والطماطم لما نحصرها يحتاج لها وقت. بعدين هسه ابو فاضل ياكل هسه يشتهي في التلفزيون. بالسرة ما ابيع العمو بالسرة. جيب اي فضل وليدي جيب اختي يلا اربع صمونات اربع صمونات يا واش ابني يا واش ثلاثة جيب وليدي هاي ثلاثة أربعة حلت الألف بركة. تفضل خويا صمت يا فوضى صمتين تفضل ابني ادخل مو قلنا ادخل. العفعي شنو ها شو رايك؟ صحيح لي صراحه. ايه عجبك الدار؟ يا اخي شو هناك حاره هنا بارده، هناك الشمس عموديه هنا مو عموديه، تقدر تقول الظروف الجويه الطبيعيه لعبت دور في الموضوع، شكرا. شنو حاره؟ شنو بارده؟ تعرف ليش زعلان؟ لا تخوض نفسك يا اخي، مو من تخوض نفسك يصير فيك شيء، صرت قدامك يعني شكو بيها؟ قدر وصع. ايش؟ ايه؟ ليش اذا مو سرى والتزام بالسرى ارجع لمكانك. مو سبق ان فهمت قلت لك انا ما اطيق الحرب. ارجع لمكانك اخي. مو أنا أعلمتك بأنه أنا أضاك من الحر. ارجع لمكانك أخي. مو قلت لك ما أحسن من الحر. ارجع لمكانك عاد. يما أي أرجع يعني تدوه الأشتاق. أنا آسف وأقول لك أخاف تشتاقني وتحب تزورني ترى أنا وراك جيرانك أعطيك عنواني تليفوني شيء. آسف آسف. أقول لك أخونا تدوه. بيش تشتاق؟ حسن؟ إيه. بالخمسة ونص وزنبلة. وزنبلة. ودقيقة. ودقيقة. خمسة ونص. أخونا مو مفوقة واحد. دمشي يا أخونا بتحرك شبير جامل تحرك يا أخي. أقول بيش ساعة. حسن؟ إيه. بالخمسة ونص وأربع ثواني. شفت خمسة ونص وأربع ثواني. تحرك يا أخي تأخرت. تحرك. إيه 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 اتهمت. أنت هم اتحرك حتى يمشي السرعة. شكرا. أسألك سؤال بربك. اكو واحد يقف بالسره ويصعد على كرسي. هاي علي من؟ عليك شكو صاعد على كرسي مو عليك؟ ايه فك عيونك زين وباوع هذا يا كرسي صاعد عليه. ودي توقف على القاع. ايه دوك كذيب. اقول بش تعقونا؟ وجدتني ترى بالخمسه ونص ودقيقتين. دقيقتين. سؤال يرحم والدك. ايه قل لي سلم جملا ردت اتعارك وياك وردت شفتك راجدي شلون الوحك مو مشكله هاي بالله حل لي اياها ترى حضرتك تخنتها هوايه وانا فعلا تخنتها هوايه ايه؟ مو انت ما ادري شلونك يا اخي شو القضيه يا اخي لا يا اخي يا اخي اقول بشا ايه
عاطلة للأسف. عاطلة؟ أيوة. أقول جنبك شو اشتغل؟ أني هذي مصلى ساعات، هي عارفة مصلى ساعات، ماكو ساعة صح وماكو ساعة تشبه ساعة. عجيب أمرك يا أخي. هاي 25 صمونة. يا هلا بيك. شكرا شكرا. يا هلا ومرحبا. خليك سلس خليك سلس. ترى أنا سلس خليك سلس. عفو. الله يسعدك. هلا يا أبي. فد 150 صمونة مستعجل. والله مع الأسف خلصنا صمونة. أدري خلصت بس دبرنا 150 صمونة. إني أدبر لك ولي أجي أدبر لك خلصنا يعني خلصنا. هذا مو كيس طحين مزعجنا وتبطينا. شنو انت تعلمني بشغلتي؟ لا اقول لك خلصت يعني خلصت يا وليدي. شو انت دبرني مو عازل المشتري على الطبخ؟ وش اسوي لك اني؟ قصدي عايزكم بالمطعم. ايش اسوي لك يا وليدي؟ ما عندي صمون. اريد 150 صمون. اقول لك ما عندي. مو اريد 150 صمون. والله وليدي ما عندي. 100 اقول هذا الوجه مو غريب علي ولا هالبشم غريب علي. رموشك مثل وين شايفه؟ وخلقتك هم مدري وين شايف هاني هالحواجب مدري لا هسه شلون ردت 150 صمون ودعتك ما املك غير بني محرقات ها ناوي اهل ولادي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم مدى اشوف كل شيء خشم الولد طار كل شيء عمي ما شاء الله شنو هذا يا جمال حديقه مسوين شنو أقول هذا إلك هذا ما شاء الله ما شاء يرحم والدك إيه كم طابق مسويها للكراوية مالتك يعني الكراوية طيرت نص الشاشة قصدك أشيل الشاشة أقولهم شيلوها يخلوها هيك حتى أشوف زين بابا دافع فلوس أني زين بابا إيه هالشكل إيه ها عرفتك انت مو جيت قاعد قدامي بالسينما وكراويتك تسع طوابق وعلباتك اكلت نص الشاشه وضيعت علي خشم الولد لا ثاني ما عرفتك هاي مو انت اللغوي ايه والله هلا بيك هلا والله كلام بسيط صغير قول ليش ضيعت علي خشم الولد خليتني مرتي اللي خاطب للفيلم على مود خشم الولد لك انت سويت بي والله من دان على ابو الولد لا ابو خشم الولد لا 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 لا, لا, لا ارجوك لا تغلط على الولد محشوم الولد وخشم الولد ارجوك هسه فكرة معشوم الولد زين معشوم الولد فكرك عمي 150 صمونة ادزك على واحد وين اكو درب وانت اللوخ ايه؟ افران السعادة ايه؟ تروح عليه قول له يسلم عليك ابو فاضل ايه؟ يقول انطيني 150 صمونة يعطيني ينطيك خوش اشوفك هلا بيك نستعدل أعزائي المشاهدين الكرام نعتذر عن هذا الانقطاع وذلك بسبب حدوث خلل فني طارئ وشكرا ها وين طلع الخلل الفني صح قشمره هذا واحد يقشمرني بس ادخل ابو فاضل خلينا نشوف قد تهيله زين دوما صب الاستكان شاي حق أبو فاضل كل شي محضرت لك على مود التلفزيون حتى نشوف هاي خوش حسنة والله تنتقل بكم عدسات التلفزيون إلى إذاعة خارجية مرئية لنقل هذا اللقاء المهم حول أزمة الخسف إلى هناك. آه، هسه شبنا أنا بالخس؟ أصلاً أنا ولا يجي على بال الخس أبد. لا والله ليش؟ ماكو أطيب من الخس خصوصاً مع الإسكنجبيل. تعال أقول لك، أهو أنت تحكي على زمن دقناوس. بس ظل اسكنجبيلي بهالدنيا سكي رحمه على وجه النسمة اينا بتنخ بسك انا عينك ولد خلوة اينك ولد بي باكي زبالة بحرد فاغن مستخليني طينا بخيوشة اعرنا زبالة بحرد اجام محرد يبهد وخاضي ايش ميهو اكو ايش نغة بالعالم شو لا هو هندي لا هو عربي لا هو سنسكريتي نزودنا خير ما مرات هاي فلزل نعمة في مدو في مدو لذا الشيخ هاي مداني يريد شنة يحصل شنة ولا على المكان منه
تدخلوا خائنا لو قامين أبو بارو عشينا وموكم الله عادي حتما اكو خلل. لا عيني لا من التلفزيون. لا قلت لك اخذني وياك الان لنعرف مع احد بائعي الخس. شفتي خلل مو بالتلفزيون. هلا عمي. هلا ولدي. كم كيلو خالد؟ لا مو رايح بس اريد نسوي لك لقاء. لقاء؟ شنو اللقاء؟ اللقاء يعني نسالك وتجاوب. اها تفضل ولدي اسال وانا مستعد اجاوب. ولدي عمي انا ادري سابقا الخس كتب يعود المشتري. نعم كنت بنظف وشفته وكان يعود المشتري يستني. صحيح. زين هسه ليش ماكو لا مستنقع ولا نظف؟ اولا من حيث المستنقع فهذا ما يصير. لما طول اني اخذ الخس من هناك من العلوه هبت بالطينه فالمشتري لازم ياخذ هالشكل. زين والتنظيف؟ والتنظيف هم بعد ما يصير لان طالما القضيه صارت وزن فهم بعد ما يصير. بس ما يصير عمي يعني شنو ذنب المشتري؟ أمنا ما تنظفون الخس وأمنا ماكو مستنقع وأمنا نص الورق الدبوس إذا أردتوا تنظفون. أولادي يرحم والديك تروح كل لأبو المزرعة أشو يقدر يعطيني الخس منظف؟ تروح كل لأبو البيكر يقدر ينقلني أو يقدر ينقلني هذا الخس بخمسة دنانير تخليها مغطاية. أولادي يرحم والديك. قوم لك فاضل قوم ديرة على سبعة قوم اقعد بخليه حلو دا يحكي. اي مو شي معنى من هالحكي قوم ديرة قوم اقعد اكسري لك اذا ديرة. لعد اني بعد ولا اقعد قدام التلفزيون. لويش امك؟ اي شنو صار قوم لك قوم؟ لا عيني تعال فارد اروح ما لا اريد بالمقلع عيني غير عينيك. قوم ولادي قوم ديرة. فكثير من المتحدثين ليس بالدراية والفهم يتحدثون عن المدارس والمدارس التي تتآفى هذه الفنون كالخيالية والرمزية والرومانتيكية والكلاسيكية والانطباعية وغيرها من هذه الفنون. حيث كانت نظرة المذهب الكلاسيكي إلى العالم ذات طابع رومانتيكي إلى حد ما. وقد انتصرت الرومانتيكية على الكلاسيكية لعزلة الرومانتيكيين عن عالم الجهلاء البعيدين عن الفن. فقد ذهب الرومانتيكيون في زهدهم وغرورهم. وانا لا ادعي جزافا الرومانتيكيه قوم سته ارجع على الخاس احسن من جزافا. هذا منو بهالليل جانا؟ شو قوم يوم فك لنا الباب يا بنت. مو بس جت الزهد قوم فضيله قومي بنتي قومي ما اخذي بس زعلانه. نلفت انتباهكم الثاني والعشرين من شهر شباط عام 98-2001. فنرجو من المواطنين الكرام التعاون مع أجهزة المؤسسة خدمة للصالح العام وشكرا. قوم بابا قوم دير على ريش القناة. دخلي ابو فاضل هسه تخلص اعلانات. شي خلصها بالشو بعد والله يدري يمكن للاخبار لكم. قوم بابا قوم روح لهناك واذا هذا بعده رد ارجع على الاعلانات لان الاعلانات ما تخوف. والان نتناول موضوعات الشخص. واول مساله هي مساله ما دار من احاديث وجدل النقاد والكتاب. هي مساله الشعر الحر والشعر العمودي. قوم ابني قوم ديرة غير على اعلانات اقل نهار ما تخوف. اي والله اي هسه انت يا مدير التلفزيون ما شفت وجه هذا شلون الطلعه
وجماله هل يا ريت نعرف علي وين يحكي. يا ابو ذا البيت مساعديه تقدرون عندكم هم اعلانات قلت لهم اي ما زين سويتي ذولا خوش ناس يستاهلون واحد يساعدهم. والله انت يا مسري سمعك يقول سايقة لهم النوق البيض. اي مو احسن من مهادي اللي تقول بيتونا بلول. فاضل بين هذا شي زين باع الالوان باع الهاي دقريها اش مكتوب قاعد حجي هدي يلا منو عاد؟ اعزائي المشاهدين الدنيا ربيعة والجو بديع أفل لي على كل المواضيع أفل في دار المنوعات معكم أولا سعاد حسني. ابو فاضل هاي شنو هاي ما يفعل ليش هيك طبلي دقيقه هسه يستعجل يا اسمع هاي صار بيا ساعات بسيط استعجل استعجل من عاب هالتلفزيون ما زمان العالم مثل الصدق عود جبت لنا تلفزيونه تلفزيون هم يا ايش ما تلفزيونات العالم شكو بي عشر ايام بالباكيت يعني الاريال ما موجود وجبت الاريال وهسه هذا حاله بس بيدوات بس حكي قلبوا الاغاني قلبوا شنو شنو التلفزيون هذا هالحكي المادي معنى شنو قابل التلفزيون من كيف يطلع الندوات غير هم اهل التلفزيون اللي يحطوها اي تتذكروا هذه كانت تحكي لي على التلفزيون الملون وعلى الافلام والتمثيليات والاغاني والرقصات الى عد وينها بين قولي وينها اي شكو صار ومو كلها وزبون سير غير بالسرة اجون 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 شنو عيني الى عد وينها الاجون اجون اشوف الاغاني تتقلب الندوات الحكي والله انا قلبي من القديم سمي خالد اصطر لي اشوف النتيجه اجون اجون
مكيف جايب بالتلفزيون شو ما شفنا بيه. قوموا بفاضل قوموا بالفاضل التلفزيون ملون قش مراق. مثل ما قلت لك روح باشر رجع وجيب غير وهالنوبة اخذ وياك الطقاسم. الطقاسم الطقاسم شو له علاقة بالتلفزيونات؟ ليش له علاقة؟ خش يفتيهم ويصلح يصلح برنزات وطابات اي بابا وحتى ام الفيديو يصلحها. ام هذه تقول انتم سألتها في الخرب الطير؟ اي وش قلت لها؟ قلت لهم بلي. ولك ليش قلت لها بلي؟ ما شفت العصر شلون مطبخته؟ وهل شو تدريني؟ ها؟ تلفزيوننا طلع يشبه تلفزيونات الناس؟ ابساع قشمرات اخذ يا قسطا قاسم اكو واحد يقشمرني ليا؟ هذا التلفزيون. اسكت طلعت المذيعة نعتذر عن عدم إمكانية مواصلة تقديم الأغنية وذلك بسبب وجود خلل فني في شريط التسجيل. وين طلع الخلل الفني؟ طقت روحي عيني طقت روحي أبو فاضل من العصر قاعدة لي هسه. كل هسه فات في المجتمع يا أبو فاضل. الله يكرمك. إي الله. إيش اسكت إيش يا أبو فاضل طلعت المذيعة. حتى يحين موعدكم مع عرض الأنباء والتعليق على الأنباء نؤمن لكم الآن الندوة الشعبية. هالندوة؟ شلون روحي راح أفضل شلون؟ قوم ابني فاضل قوم ديري استمري ما تستعجلي هسه بدك الندوة زينة وبيها فتشي نفتهم منه نفتهم منك نفتهم حجي بحجي وأنا قلبي خلصان من الحكي. قوم ابني ديري قوم ترى هناك أهم حكي. ها حكي مو حكي اسكت اسكت. يا هذا لي هالزين معجزين ما مليت ما حد يسأل وراه وش وقت يرجع ما يقول سيارات ما اقول هسه دا يحكي ما يفك من عندنا يا اخي. اذا ما يخلص هذا الكتاب كله براسنا فلا ينتهي موضوعه لبعض. يلا يا يلا عيني يلا يوين راح نوصل؟ لقوم ودي قوم قوم رجع على ذي شيء هاي قناة اتهمناها دا شو هناك شكو. قلبي نارك ظل نارك سيداتي سادتي مرحبا بكم في هذه الندوة الشعبية. معنا في هذا اللقاء الأخ شريف الحلاق والأخ صادق الكسار والأخ عداي صاحب عربة نقد والأخ كريم وقف لك هذا الجابل هنا لحنا ولاحبنا أبو فاضل هذا مو البسينة ما بل هو هذا زول النزلة يا أيها السيدات أيها السادة بالتالي أشكر إدارة التلفزيون اللي في أتاح لنا هاي الفرصة كي أحكي من خلال شاشات التلفزيون الملونة. شكرا لوالدك اخوكم شريف الحلاق صاحب صالون. عرفته اسمه شريف هم ابو فاضل خاف درينا عندنا تلفزيون وطلع بيه. لا هذه ندوه. شريف طبعا راح نبدا الحديث وياك. طبعا تعرف ان محلات الحلاقه تختلف من حيث المستوى ومن حيث الاجور ومن حيث المنطقه يعني هذا التعليمات انت يعني تمثل الوسط. نعم نعم شريك باللي الان يعني جدت تاخذ الاجور على حلاقه الراس تقريبا يعني احنا السؤال بالحقيقه والواقع احنا ناخذ دينار. دينار دينار هذا البخشيش مو البخشيش مو الصديق يعمل صانع صانع البخشيش الصانع. زين زين اول ما بديت بالعمل ايش كنت من تاخذ؟ اخذ احنا بوقتنا 4 فلوس درهمين 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 بدي يقولون للناس اخذ كنا ناخذ درهمين. كنا ناخذ
كذب. احسن افندي كان زينب درهم. بشكل عام بشكل عام درجه تاخذون شفتوا؟ اي كورس. زين بالنسبه لادواتك اللي تستعملها بالحلاب. نعم الموس الماكينه التعقيب عندي والمشوط والقرونيا. قرونيا هذا القرونيا بقيه الادوات. اي نعم. قولي كل كم سنه تدرس؟ قرونيا كل كم سنه؟ ليش الشاور؟ ليش؟ تقولون من الناس بيها السجارة في وطري كل أربع خمس سنين ترى هي لاذيذة لاذيذة ما تزنجل يعني أبد 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 لاذيذة لاذيذة زين أخ شريف. نعم شو عجب هالطفرة بالسعر؟ يعني ما تتصور العامل الرئيسي هذا لانتشار ظاهرة التكنفس؟ معلوم يعني تقصد احنا السبب يعني؟ لا لكم غيركم؟ لا احنا مو احنا السبب. لا هذا لكم. لا لا والله استاذي مو احنا. رحم الله والديك هم السبب. لانه تلميذ والموظف الصغير ما اعتقد يعني مقتدر او مستعد يدفع دينار وربع حتى يحلق شعره. صحيح؟ فلهذا يستسهل قضيه التقبس ويطول شعره وتبدي القضيه. صحيح يا استاذي احنا طبعا يعني انا إيجار الدكان وإيجار البيت وإيجار الصانع ويعني زين أنتم مسألتم الطاب ونوصل كيلو اللحم بدينارين شلون جايين علينا إحنا؟ هاي هم معقولة. اسمعني أنا على القصاب بعدين نرجع على القصاب. المهم أنتم يعني هذا إيه شوي حسب المنطقة حسب الإيجار حسب الكلام. قلبي نارك والله نارك. لك أثاري هذا عاد عنده ما يشيل بجيبه شي خاطئ. والله احد يشيلوا هذا ما ترهم يعني اذا محمد قلبي وقلبي قلبي حلاقه الحلاقه زينك ببلاش. زين ما دام سؤالك تحول للاقصاد القصاب احنا ايضا من ضمن صوتنا للاخ شريك الحلاق فنحب نوجه لك سؤال يعني اقصاد ليش صادق ليش ظليت ترفعون السعر 100% الى ان وصلتوا له السعر؟ معلوم مباوغ 100% خاطر ما ينحس بيهم. اسكت 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 انتوا همين لو ما الحمكم مسحرتها للصمون وكل وقت يتراقبون هم كان دوتوا صمونه فلس فلس لما توصلوا 50 فلس والله يعلم كان سويت الصمونه بقد البطمايه مو بالحياه خسر هذا قوت الشعب. اسكت اسكت خلي اسمع ينزل بالربيع قلت؟ نعم بعد شهرين بعد شهرين نعم وبعدين يتصل اللحم يس اسمع قد تقريبا اتفق معك استمر استمر يا صالح شو استمر استاذ شو استمر ارد اسم على ابو الحلال اسالوه واني وعيونك وعيونك انا من يجي اللحم يعني سياره اللحم هذا كوزع لحم ما تخش يمي الشارع لان انا شارع فرعي ف لان ارصادك العفو لا لا ما في اي نعم تفضل تقول لي يعني خلينا نسال هذا السؤال يا رب تفضل زين باليوم باليوم الواحد معدل يعني كم للشيف فيها؟ 35 40 30 لش يعني عدد الحوش عدد الحوش عدد المعلات شلاويل غير الغير زين كل شيء ما يطلع لك دينار فلوس ربع دينار وربع دينار يعني الحمد لله والشكر يعني يومي 40 دينار يومي 40 دينار 50 دينار صادق يعني المحل مالك قيلة وين؟ استاذ يعني بالفرع فاهم سيارة توزيع اللحوم ما تدخل الفرع فشو اسوي؟ استلم من سيارة واخذ بيك اب بخمس دنانير احمل اللحم بروعي قام واحد يدفع علاق لازم تحكي جاتي بيها شيء على كل الناس نرجع الموضوع لا 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 صح ماكو شيء غلط ايه ما حملها بخمس ثانية ياخذ بالبيك اب زين اوديه للمحل بعدين بالليل اعزل يعني هم اروح البيت اخذ تاكسي ليش؟ وعيونك وعيونك دينار وربع واسال الاخ شو اسمه ولد؟ شو اسمك اخويا؟ شو اسمه؟ هذا لا خم صاد وياي شو اسمك؟ علي؟ ايه عدال اسألت لاخوي عدال عدال ايه يا هلا بعدال زين
شلون ابو فاضل شلون؟ روحي راح الطوب. شلون هسه احنا شرينا التلفزيون حتى نسمح بيه ندوات؟ شلون نسمح بيه اغاني وتمثيليات ورقصات؟ هسه والله شلون؟ قوم دي فاضل قوم دي. ايدي يا واش هسه مو هاي ندوه زينه، انت شن فهمك بالشعر والنثر؟ يبوي 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 روحي طقتي من الندوه ومن الشعر ومن النثر. قوم ابني قوم ديره قوم. قوم بابا قوم ديره. يا فرحتي ما قامت. امرنا الله. قلت الصدق. قلت اساوي النسوان. بي امي. يلا. ما ادري اضحك ما ادري ابكي. هم جايبين يخرع الجهاز. حلمان هذا نام ابو فاضل بعد شوي نايم هسه يا اهل التلفزيون هو نايم انتوا هم نايمين يشوفوه يحسسوه لا هذا مخليه خاطر يخرع الجهال ويقوم ينامون قوم ابني قوم دير عليك القناة زين اخ عداي طبعا احنا نرحب بيك في هذا اللقاء ايضا ونحب نسمع رايك يعني هذا مقصه بالحقيقه والواقع عمري اني بس بالشهر مرتين ابدل الدبلات مع السياره بدل الدبلات مرتين بالشهر مرتين بالشهر ليش تعرف انت مو غشيم يعني قابلت غشيم على شوارعنا عشان طسات العقب النقط الحوطه كلها ملتمه بشوارعنا ولكن حفظ مباركة صارت وياي ولا تنسى هو هم ما يوكل تاني بالليل اخش لك بنكرة يا عشرك او ما اطلع منها الا بخمسة وستين للدرجة ولا تنسى صفات فتوة الانترنت والوايرمان وايرمان كلها حتى طبعا احنا اتفقنا يعني قبل ما ندخل الاستوديو اتفقنا ان نتكلم بصراحة زين خوش حداي يوميا يعني يوميا كم كروات تحمل بالسيارة مالتك او بالاحرى يعني ايش قد صافي مدخولك اليوم هي بالصدق معدل بالصدق الرزق يعني بس هذه شغل يعني شيء على شيء شيء على شيء 50 شيء على شيء 50 انا اقول 50 دينار 28 دينار بهذا السعر في ترتشي والتنقشي والصباح والواير شلون روحي راح اطلب شلون كلها وراح الحمد لله ماشي ماشي شكرا اخ عداي والحمد سيداتي سادتي مع الاخ كريم تفضل الاخ كريم عرف نفسك للناس اقدم لكم نفسي كريم خريج كليه الاداره والاقتصاد معاون ملاحق ومعين لاربعه افراد راتبي الاسمي مع الغلاء حوالي 62 دينار طبيعي يستقطع من عنده 15 دينار وهذا الاستقطاع دائمي ما دامت السلفة دائمية يعني المتبقي من الراتب يعني اخواننا يعني يعرفون يعني مدخولك اليومي صافي مدخولك يصير حوالي دينار وربع اتصور يعني اتصور 13 سنة دراسة وراتبي يومية دينار وربع وإضافة لهذه ارتفاع مدخولات الجماعة حملتها أنا. دكولها يا خالي. الله يسعدك. شلون أبو فاضل شلون قلبي راح يفتك شلون؟ ليش؟ شلون ضجيت؟ ضجيت عيني ضجيت وما ليت. ضجيت راح أروح أديرك. خام. ابو فاضل الله لا ينطي هذا ابو قلبك ناري شلون خلينا شي ترجم اي ما يخالف قوم بابا قوم شو منه بالباب ابو فاضل هاي منو جانب هالليل هذا لازم خطار هلا بالخطار هلا 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 أحوال شلونك؟ هلا سيدي هلا 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 هلا
يا أحمد. تفضل. استريحوا. عصعصت ما تمشي. هلا بيكم ومرحبا. هلا هلا بيكم. شلونكم؟ يا هلا يا مرحبا. شلونكم حالك؟ بخير على التلفزيون. أنا خير لي يصيرك يوم لكم. أشكرك أشكرك. بخير التلفزيون الملون أبو فاضل. شكرا. ألف مبروك. يوم لك. أشكرك. إيش مدريكم؟ مو فاضل درس المثنى مكتوب. ودابول. أهلا بيكم ومرحبا ببعض. شلونك النعمت؟ تفضل. تعالين بخير عليكم. خير لي يصيبك. مثنى شلونك؟ والله الحمد لله. ما جبت لي وياك. مدرسة وهناك هلا مرحبا. هلا مرحبا. زين صار جيتوا. والله احنا عبالك قلبنا يعلمنا. اليوم ما تعشينا من وقت. فاطر تعشى سوى. قومي فاطر قومي دبري عشاء. كل شي حاضر. قللوا بكم خير وتدللوا. معلوم كل شي حاضر. اذا نقلت لكل المطبخ جوا الكرويته. هلا بيكم ومرحبا. عاشت ايدك. شو اسوي يا دادا شو اسوي؟ حد بالي نقعد متونس قدام التلفزيون نشوف اغاني تمثيليات رقصات. طلع ندوان وحاشي بحاشي وهسه شوف الحاله ضين حاله. الشيء غريب ابو مثنى. الخلل الفني ما يصير الا بالشيء يونس الناس. اي والله هلا بيكم. شلون يصير؟ يا ابو فاضل غير عن الحسد. لا والله لا ذبحنا شيء لا سوينا شيء. زين العاد انا زين جبت للديك هسه اقوم انا بعمل المطبخ. لا 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 ابو مثنى ابعد ابو مثنى عود ورا العشاء نذبحها ونسويها. ورا العشاء اي ورا. يا هلا بيكم. هلا ومرحبا. هلا بيكم ومرحبا وهلا بديتكم. هلا ومرحبا. هلا هلا ومرحبا بيكم. اي والله مستانس. شلونكم زينين؟ نجاح مثنى بنص السنه. طلعت المذيعة سيدتي سادتي سهرتنا اليوم ستكون مع فيلم من الأفلام التي تعرض لأول مرة. عنوان الفيلم كف القدر. سهرة ممتعة وتصبحون على خير. ما شاء الله أشوف مو ملون. هو ملون بس يمكن الفيلم مو ملون. قوم عندي قوم قوم دير على قناة اللوخ. ماكو ما رد ارجع بابا رد رجع على اللوخ. ابو مثنى التلفزيون ملون بس يمكن الفيلم مو ملون. ايش هو بس مو ملون؟ اي مو هذا الفيلم الف مره عايدينا يا معود. وعدنا شفتهم من شلون بل وشلون. بعد جينا الدرب الطويل والكراوي والديج. ليش ابني فاضل ليش؟ ليش قشمرتنا؟ والله عمومي قبل ما تجون كلنا بس ملون. وما بيها خلل فني ابدا. يا فرحتي ما دامت. والله جبت الديش عبالي عبالي اذبحه عن الحسد. لا ما يسوى ارجعه وياكم احسن. هي احسن. شنو؟ ريحة شعوار؟ اشتم ريحة واير محروقة. ريحة ابو فاضل ابو فاضل ريحة شعوار ريحة الغابة ابو فاضل ريحة واير محروق. ايه هاي هم داشتم داشتم يمكن ابو فاضل ابو فاضل عشنو ريحة الشعوار؟ شو الحريق؟ Thank you.